مشاهدي الكرام صباح الخير، برحب بحضراتكم. ووصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية في برنامجكم صباح البلد اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة معالي المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ. معالي المستشار بتنورنا دايما. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي وأهلا بمشاهدينا الكرام. خلينا نبتدي جولتنا الإخبارية بالحديث عن جولة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لعدد من الدول الأفريقية، ومنشط كتبه الزميل أحمد حمدي محرر شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم ورئيس تحرير البرنامج، وجاء بعنوان: السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الموزمبيقي، توافق بين مصر وموزمبيق في الرؤى تجاه القضايا المختلفة قاريا وإقليميا ودوليا. الرئيس يعرب عن أمله في أن تساهم زيارته لموزمبيق في فتح آفاق التعاون بين البلدين. وفي التفاصيل، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موزمبيق أمس في آخر محطات جولته الأفريقية، حيث أجرى الرئيس مباحثات مع نظيره الموزمبيقي فيليب نيوسي بمقر القصر الجمهوري بمابوتو. وأعرب الرئيس السيسي خلال المباحثات عن اعتزازه لكونه أول رئيس مصري يزور مابوتو. ومن ثم تطلع مصر لأن تساهم هذه الزيارة في فتح آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية، مؤكدا حرصه على زيارة موزمبيق في هذه الجولة الأفريقية انطلاقا من تقديرنا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تربطها بمصر وكذا دورها الهام في إقليم جنوب أفريقيا. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الموزمبيقي رحب بالزيارة التاريخية للسيد الرئيس، معربا عن اعتزاز بلاده البالغ بهذه الزيارة كونها أول زيارة على الإطلاق لرئيس مصري إلى مابوتو، مثمنا جولة السيد الرئيس الحالية إلى عدد من الدول الأفريقية والتي تعكس اهتمام مصر العميق بأفريقيا وحرصها على دعم أشقائها في القارة. كما أكد الرئيس نيوسي متانة العلاقات الثنائية والروابط الممتدة بين مصر وموزمبيق، معربا عن تطلع بلاده لتدعيم مظاهر تلك العلاقات بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي، وذلك في ظل حرص موزمبيق على تشجيع الاستثمارات المصرية بها، ومؤكدا حرص حكومتي على توفير كافة التسهيلات اللازمة للشركات المصرية وتذليل أي عقبات قد تواجهها في عملها بموزمبيق. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد وجود آفاق واسعة لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر وموزمبيق، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية العمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين لتتسق مع مستوى العلاقات الثنائية المتميزة. معالي المستشار، يعني قبل ما نتكلم على جولة الرئيس الأفريقية وآخر محطة له في موزمبيق، عايز أقول إن الرئيس كلنا عارفين إنه وصل بالأمس، مظبوط يا فندم؟ وصل بسلامة الله إلى أرض الوطن بالأمس. النهاردة الصبح عمل إيه؟ زيارة لكل الحربية. يعني أنا عايز أقول مع وصول السيد الرئيس بالأمس إلى أرض الوطن، ومن ثم يعني يمكن نام 3-4 ساعات مثلا، ده مفيش يعني ما نامش يعني هو ما نامش، وتغيير الساعات كمان يعني وتغيير الساعات وقام بزيارة إلى الكلية الحربية. دي تقول لنا إيه؟ يعني دي تقول لنا الرئيس إيه الرسالة اللي بيديها؟ مش هقول بقى لمصر، لشباب مصر على الأقل. هي رسالة، هو من اليوم الأول السيد الرئيس وبيعطيها لكلنا وبيعطينا الدروس في أهمية العمل وأهمية الالتزام وأهمية يعني الصحيه مبكرا، وان دائما قبل من اليوم الاول يمكن شفنا دائما نشوف السيد الرئيس وخروجه وزياراته في الكليه الحربيه او كليه الشرطه او التمشي الرياضه، كل دي رسائل لشبابنا زي ما حضرتك بتقولي ولكل الشعب. نعم. ان لا بالعمل، يعني ده حد جاي من سفر، وسفر ما كانش بالسهوله، ان عارفين طبعا كل الدول الافريقيه وزيارات الدول الافريقيه وترتيباتها واكثر من مسافات بعيده وتغيير توقيت، وعلى الرغم من ذلك ثلاث دول افريقيه وزياراته واجنده العمل اللي بتبقى في مصر هذه الزيارات تحديدا، وعلى الرغم من ذلك بيجي لا يعني اي حد بيكلمنا كحد عادي يقول لك لا خد لي يومين راحه زي اريح يوم على الاقل اظبط المواعيد، ولكن ده السيد الرئيس بيدي الرساله بالالتزام وبالعمل
وبأهمية العمل وأهمية المتابعة وأهمية اللي زي ما بنشوفه، وبيدي برضو رسالة بالزيارة نفسها. هي زيارة فين؟ الكلية الحربية، يعني جند مصر الغاليين علينا كلنا، اللي هي رمز من رموز الالتزام ورمز من رموز التضحية والالتزام في الدولة. فبيدي رسالة للشباب قد إيه العمل مهم وقد إيه الالتزام مهم وقد إيه إن إحنا نبقى حريصين على هذه القيمة الجميلة اللي وصلها لنا السيد الرئيس بزيارة الكلية الحربية. صحيح. طيب خليني أرجع للجولة الأفريقية اللي قام بيها السيد الرئيس. الجولة يعني احنا عارفين انه لما راح زامبيا احنا بنسلم رئاسة الكوميسا بعد سنتين، خليني اقول كانوا سنتين ناجحين برئاسة مصر في الكوميسا وسلمناها الى زامبيا. قبلها انغولا، بعدين موزمبيق، وزي ما قريت في الخبر اللي كتبه زميلنا احمد حمدي انه موزمبيق اول رئيس مصري. دلالة هذه الزيارة وتوقيتها، ويعني كمان الرئيس في زيارته لموزمبيق ومحادثاته مع الرئيس نيوسي كان يعني حرص على تشجيع الاستثمارات المصرية في موزمبيق، يعني شايف ممكن افاق التعاون الاقتصادي. خليني والكوميسا، احنا عارفين تجمع الكوميسا تجمع اقتصادي بالدرجة الاولى. يعني خلينا نقول بس يعني نرجع كده العلاقات المصرية الافريقية. هو من اليوم الاول السيد الرئيس حريص على هذه العلاقات وعلى تأكيد الهوية المصرية الافريقية. ويمكن برضه انا بحابب معلش ان انا ارجع كده بالتاريخ شويه، ما قبل قدوم السيد الرئيس وتوليه الحكم في 2014 عندما طردت مصر من الاتحاد الافريقي. وترجع مصر بعد تولي السيد الرئيس رئيسا للاتحاد الافريقي. كان لها معنى كبير وليها حرص ورساله قويه من السيد الرئيس على بعد مصر للافريقي. خليني اقول برضه قبل ما اتطرق لتفاصيل خارج، يمكن احصائيه قريتها هيئه العامه للاستعلامات، يمكن السيد الرئيس يمكن اكتر من 28 زياره للدول الافريقيه قام بيها خلال فتره حكمه، يمكن اكتر من 200 لقاء على مستوى الرؤساء في كل المناسبات. يحرص السيد الرئيس في زخم كبير جدا 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 في العلاقات المصريه الافريقيه، ده بيدعمه اراده حقيقيه من القياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر والتاكيد على بعدها الافريقي. لكن احنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت قد ايه التحديات اللي واجهت مصر، اذا كانت من حدود افريقيا، اذا كانت حدودنا في ليبيا او حدودنا في السودان او خلافه، قد ايه التحديات اللي واجهتنا في افريقيا والتحدي المائي وخطورة هذا التحدي والتهديد من قبل اثيوبيا. فكان حرص السيد الرئيس، وبرضه يمكن حضرتك اشرت لحاجة مهمة جدا في زيارته الأخيرة لموزمبيق، وهو ان العلاقه لازم تقوم على علاقه نفعيه، علاقه تبادل منفع ما بين الطرفين، وده السيد الرئيس دائما ابدا بيحرص عليه، وبيحرص ان دائما ابدا البعد الاقتصادي والعلاقات الاقتصاديه اللي بتربطنا بالدول ودعم مصر. يمكن انا اتذكر يمكن مقوله قالها السيد الرئيس يمكن برضه في مناقشه التهديدات الاثيوبيه والتهديدات للامن المائي المصري، ان نهر النيل يجمعنا ولا يفرقنا. السيد الرئيس وجه هذا في اجتماع لدول حوض النيل، قال لهم ان نهر النيل لابد انه يجمعنا ولا يكون مصدر لمصادر التفرقه بيننا. ويمكن السيد الرئيس حتى في حديثه، يمكن على رغم الخلاف اللي ما بيننا وما بين اثيوبنا في ما بيننا وبين اثيوبيا في سياساتهم تجاه نصيب مصر والسودان في الحصه المائيه، ولكن السيد الرئيس دائما ابدا يقول لا، احنا حريصين على تنميه هذه الدول. يمكن ده هو ده اللي دار مناقشته بقى زي ما حضرتك اشرتي. يمكن موزمبيق يمكن اول رئيس دوله مصري يزور موزمبيق، ودي كان ليها مردود فعلي. احنا من متابعتنا الزياره شفنا قد ايه الحفاوه اللي استقبل فيها السيد الرئيس، قد ايه الشعب الموزمبيقي والقياده السياسيه في موزمبيق والحكومه في موزمبيق سعداء بهذه الزياره، وانه اكدوا على ان شاء الله هيلبوا هذه الدعوه ويزوروا مصر. والسيد الرئيس اكد بقى في هذه الزياره على الاستثمار المصري في موزمبيق، ويمكن حتى برضو تعرض الامر ان ممكن البعد الديني اللي موجود هناك، وان الازهر الشريف، وان برضو في جزء من المسلمين الازهر الشريف يقوم بدور في هذا الامر، ان الاستثمارات المصريه ودور مصر وخبره مصر في البنيه التحتيه، وان احنا عندنا شركات كبيره اشتغلت في البنيه التحتيه ومستعد. ويمكن السيد الرئيس في مباحثاته مع الرئيس الموزمبيقي عرض الخبره المصريه في البنيه التحتيه وفي المشاريع الكبيره بتتم في مصر انها تكون تحت امره برضه شعب موزمبيق والتنميه في موزمبيق.
قدرة مصر وتحديها للإرهاب في خلال الفترة اللي فاتت، عرضها برضو على السيد رئيس المنظمة، يعني كل الخبرات المصرية، واللي هو بقى ده الأساس اللي احنا في اللي تبناه السيد الرئيس في علاقاتنا مع الدول الأفريقية. احنا علاقاتنا في الدول الأفريقية علاقات تاريخية كبيرة جدا جدا من أيام الرئيس السابق جمال عبد الناصر، ولكن في فترة من الزمن احنا بعدنا شوية عن أفريقيا وسبنا المساحة يمكن أو الفرقة شوية تبقى بيننا كبيرة، وما ساعدناش على ان احنا نقوي هذه العلاقات. استغل البعض هذه الفترة بعدنا عن أفريقيا ولعب في هذه المساحة ولعب في هذه العلاقات. أنا شايف إن السيد الرئيس من اليوم الأول وعى ذلك الأمر، ويمكن كان حرصه على تأكيده، يمكن الدستور المصري يعني في 2014 بيأكد على هويتنا الأفريقية، والسيد الرئيس أكد على ذلك في زياراته وفي إن إحنا نبني علاقات سياسية واقتصادية سليمة ما بين الدول وما بعضيها، وإن إحنا النظرة تختلف بقى إن إحنا لا، العلاقة اللي بيننا تبادل مصلحة ما بيننا، الحرص بين الطرفين واحترام القرار الداخلي لكل دولة، وأن تقوم هذه العلاقات على مش علاقات سياسية فقط، تبقى لا علاقات اقتصادية متينة، وده حرص الرئيس وده اللي بيقوي هذه العلاقات ويديها الديمومة والاستمرارية. طيب أنتقل إلى خبر آخر، حيث وضعت الدولة المصرية استراتيجية تنموية تضمنت أولوياتها في المرحلة الراهنة، والتي ارتكزت على رسم خريطة استثمارية وتحديد رؤية استثمارية يلعب فيها القطاع الخاص دورا رائدا وبما يتماشى مع أهداف مصر الاقتصادية والمالية والسياسية أيضا، حيث وضعت أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة على طاولة الحوار الوطني. وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تمحورت خطة الاستثمار للعام الجاري حول هدفين: الأول زيادة الاستثمارات الكلية بما يفوق ثلث ما كان محقق سابقا، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسيطر الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية ومشروعات البنية الأساسية، والثاني الاهتمام بقطاع الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إجمالي الاستثمارات العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى تعزيز الاستثمارات الخاصة بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة. عايز أتكلم على الحوار الوطني الأول، وبعدين أدخل من الحوار الوطني على الاستراتيجية التنموية للاقتصاد المصري. يعني هو الحوار الوطني دلوقتي مؤجل بعض الشيء لغاية بتهيألي الأسبوع الجاي، المفترض من غدا يعني هيبدأ الانعقاد. أيوه، هو اتأجلت الجلسات نتيجة للوضع اللي كان السيول والمبنى المبنى كان غير صالح للاستقبال المتحولين يعني. نعم، اتأجل لمدة أسبوع فقط، وهيبدأ إن شاء الله من غد يعني. طيب شايف مسار الحوار الوطني حتى الآن كيف يسير؟ وخلينا اقول ان يمكن ده اول، انا عارفه ان حضرتك مشارك في الحوار الوطني، فانا عايزه اعرف وجهه نظرك من وانت قاعد في الجلسات. هقول لحضرتك يمكن ده اول لقاء يعني او بعد الحوار الوطني نتحدث فيه عن الحوار الوطني، بس خليني اقول لحضرتك حاله الحوار الوطني دي حاله غير مسبوقه في التاريخ السياسي المصري. حاله الحوار الوطني احنا بننتقل من زي ما بيقولوا كده الديمقراطيه السياسيه الى الديمقراطيه الشعبيه، الكل مشارك، المظهر حقيقه يمكن حتى في حفل الافتتاح او في حلقات السابقه، ويمكن دي برضو من ضمن الميزات النسبيه كبيره جدا اللي كانت لجلسات الحوار الوطني، ان كل الجلسات مذاعه على الهواء، الشعب كله رقيب على هذه الجلسات. ويمكن اتذكر في هذا الشان مقوله الاستاذ ضياء رشوان عند في جلسه الافتتاحيه، قال لهم يعني رسالتي الى الشعب ان يكون رقيبا على الحوار الوطني، بحيث ان لو حصل اي اعوجاج لمسار الحوار الوطني عليكم ان تصححوا هذا الحوار. انا شايف بالعكس حوار زخم جدا 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 بالرؤى وبالافكار، في اختلافات في اختلافات، بس هو زي ما برضو الكل متمسك بمقولة السيد الرئيس، الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. نعم. ممكن نختلف في وجهات نظر، ممكن نختلف في رؤى، ممكن نختلف في افكار، ممكن نختلف في اولويات، ولكن هذا الاختلاف لا يجعلنا نختلف على الوطن. الكل بلا استثناء اللي انا شفته في حتى في المحور السياسي اللي هو دائما ابدا بيبقى يعني اكبر محور ممكن يحصل فيه تباعد في الافكار او خلافات ما بين الاطياف المشاركه، لا شفت فيه نوع من انواع الود والبهجه والاحترام، الجميع يحترم بعضه، الراي والراي الاخر بيطرح وبيطرح بمنتهى الاريحيه، وفي احترام من اصحاب الراي اذا كان ده او ده. يمكن حتى
خليني اقول لحضرتك، انا يمكن من اليوم الاول لمشاركتي في الحوار، ويمكن لست انا بس، لا كل من ممثل الطيف السياسي اللي انا بمثله كحزب اغلبيه كحزب مستقبل الوطن مثلا، طرحنا من اليوم الاول قلنا احنا داخلين الحوار بعقول متفتحه، ما عنديش افكار جامده، ما عنديش رؤى هي دي باقيه ما فيش، لا انا داخل حاله حواريه اتلقى كل الافكار والرؤى اللي موجوده، قد اغير من افكاري ومن رؤايا وفقا لما تقتضيه المناقشات، اذا لقيت ان اي فكره او راي يكون اصلح للوطن والمواطنين انا عندي استعداد ان انا اغير راي. وانا اظن وازعم ان يمكن هذه الحاله انتابت كثير من الحضور، يعني انا برضو شايف الكل على استعداد انه يتوافق في الرؤى لما فيه مصلحه الوطن. الحالة الحوارية برضو خليني أقول لحضرتك إن مجلس الأمناء والأمانة الفنية فعلا ساعدوا على إنهم يخلقوا جو مناسب جدا جدا للمناقشات. مفيش خطوط حمراء، الكل بيناقش وبيدلو برأيه، يمكن تلاقي حضرتك على أقصى اليمين رأي وتلاقي في نفس الوقت على أقصى اليسار رأي، دون حدود ولا دون خطوط حمراء ولا دون حتى تدخل من أي جهة فيه، لا كله بيناقش كله عمل حالة. وده برضو اللي انا عاوز اطلع منه بصرف النظر عن التفاصيل اللي احنا ممكن نخوض فيها، برضو ان مثل هذه الحالة الحوارية احنا محتاجين ان احنا نبقى عايشين فيها، تبقى ثقافة عندنا كلنا كسياسيين وكأطياف مجتمع كله حتى افراد، ان احنا عندنا استعداد ان احنا نسمع الاخر ونتقبل رأي الاخر بصرف النظر عن ان انا مختلف معايا او متوافق معايا. هذه الحالة هي حالة صحية جدا جدا للحالة السياسية والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية في المجتمع المصري. هنتقل لحضرتك زي ما حضرتك اشرتي الاستثمار، لتالي توافق مجتمعي من كل ان الاستثمار يجب ان ينتقل نقله اخرى بالتأكيد في الفتره بالتأكيد القادمه. ويمكن خلينا نقول ان هو برضو احنا بقالنا فتره، يمكن من يوم اطلاق، يمكن هو حتى برضو السيد الرئيس في افطار متهيألي افطار الدوله المصريه القبل الماضي ومعطلق قصه سياسه ملكيه الدوله على اعتبار يعمل نوع من انواع التوسعه في القطاع الخاص ونقل كثير من الممتلكات القطاع العام للقطاع الخاص ومشاركه القطاع الخاص، لانه بعض اشتكى من هذا ان في معوقات للاستثمار الخاص وان منافسه الدوله للقطاع الخاص في هذا المجال، وبالتالي اطلقت الدوله سياسه ملكيه الدوله وطرحت كثير من الشركات. ويمكن خليني اقول لحضرتك ان البعض تخيل برضو دي نقطة من ضمن النقاط المهمة في الحوار الوطني، خلينا اذا كنا نتحدث وناخد بس جزء من الحوار الوطني يبقى هو الغالب علينا شوية، ان البعض تحدث ان ممكن المحور السياسي وخاصة ان يعني الاطراف السياسية ان ممكن يغلب على بقية المحاور، او ان محور اقتصادي، لا انا الثلاث محاور شغالين في الحوار الوطني بالتوازي مع بعض، يمكن سياسي اقتصادي اجتماعي، حوار المحور السياسي المحور الاقتصادي المحور المجتمعي. ويمكن حتى مخصص لكل يوم، يمكن حد وثلاث وخميس ده محور يوم وده محور وده محور، التلاتة متوازيين، والتلاتة انا شايف ان هم من الاهميه بمكان ان التلاتة زي بعض، يعني مش شايف ان في ماشي ممكن مفيش افضليه من المحور عن الاخر، لا يمكن مثلا ممكن المحور السياسي بيبقى صوته عالي شويه، ممكن نلاقي المحور الاقتصادي بيبقى اكثر اهتماما للمواطن ومتابعه المواطن اكثر، لكن لا انا شايف محاور، لان ما فيش استغنائي، في تشابك بين المحاور وفي تماس بين التلات محاور يخلينا ان انا صعب ان انا افصل بينهم او ان انا ادي اولويه او ندي اهميه لمحور الاخر. فبالتالي انا شايف ان شاء الله تعالى مخرجات هذا الحوار، ويمكن برضو من ضمن الحاجات المطمئنه جدا ان السيد الرئيس منذ البدايه اعلن ان هو الضامن شخصي لمخرجات هذا الحوار، ان يتم تنفيذها اذا كانت بقرارات اداريه من الحكومه يوجه الحكومه لاصدارها، او من خلال حاله اذا كانت الامر محتاج لتشريع الحاله للمجالس النيابيه. ويمكن احنا برضو واحنا ماشيين في الحوار الوطني، وده برضو اللي بيخليني اقول حاله الثقه اللي تولدت ما بين المشاركين وما بين حتى مديرين الحوار او القائمين على عمل الحوار، ان احنا واحنا ماشيين يمكن احنا شفنا مجرد ان الحوار المجتمعي طلع بتوصيه بخصوص الاشراف القضائي، ان السيد الرئيس وجه مباشره الحكومه لاتخاذ الاجراءات نحو الاشراف القضائي. يمكن كم الحوار المجتمعي يمكن نادى مثلا بالافراج عن الكثير من المحبوسين، يمكن احنا شفنا يمكن كل فتره اعداد كثيره من العفو الرئاسي، استغلال السيد الرئيس لسلطته الدستوريه بالعفو الرئاسي وبيصدر كده. فبالتالي يعني المشاركين في الحوار
تولدت اليهم الثقه ان فعلا مخرجات هذا الحوار ان شاء الله تعالى سيتم بمخرجات تكون لصالح الوطن والمواطنين وسيتم تنفيذها. طيب السؤال يعني كده عايزه تفخيمك كده، يعني هل كل الافكار وكل الرؤى اللي بتتقال على قد المستوى اللي ممكن نقول انها تناقش؟ يعني اللي عايزه اقوله، هل هي استعراض ولا هل هي عن عمق ودراسه؟ اللي بيقدم ايا كان مين الشخص، أيوة. يعني اللي بيقدمها عن عمق، عن دراسه، عن مقارنات، عن عن عن، ولا هو يا عم ما تيجوا نعمل كذا، يعني مجرد حاجه سطحيه؟ خليني اقول انا برضو من الحاله اللي كنت واجب ان انا اوصف بيها الحوارات، ان حاله النضج السياسي الواسع لا ده ملاحظ وملاحظ جدا جدا جدا، لدرجه هقول لحضرتك حاجه، يعني المساله انا كنت شايف ان بعض التوجهات السياسيه الواحده بداوا يعملوا زي ائتلاف ويتوجهوا برؤى مشتركه. دي حاله برضو من حالات النضج السياسي، ان المساله ليست قاصرا على 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 توجه سين بعينه وبيقدم رؤيه وخلاص. اللي حضرتك بتقوليه ده ماشي، مش معناه ان انا يعني في حاله حواريه فاضله خلاص، لا كل رائع اكيد في سقطات، بس احنا بنتكلم عن الاغلبيه. صحيح. الاغلبيه اللي موجوده داخل الحوار فعلا فيها حاله من حالات النضج، فيها حاله من حالات الـ 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 الاحساس بالمسؤوليه وبالتحديات اللي بتواجه الدوله المصريه. الكل مجمع بقى على ان ان شاء الله تعالى نخرج بهذا الحوار لما فيه لمصلحه الوطن والمواطنين. خليني اروح لخبر اخر، حيث اكد الدكتور خالد عبد الغفار حرص الدوله المصريه على تقديم رعايه صحيه شامله للمواطن المصري للمضي قدما، مؤكدا ان الدوله المصريه لديها افكار وخطط متطوره قادره على الارتقاء بنظامها الصحي. جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان خلال حضور جلسة بعنوان القضاء على التهاب الكبد بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية على هامش فعاليات المعارض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني بحضور بروفيسور هارفي ألتر عالم الفيروسات والحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء، والدكتورة حليمة داوود نائب وزير الصحة دولة ملاوي، والدكتور أنتوني نسيا أساري مستشار رئيس غانا للشؤون الصحية، وغارلي رود ممثل صندوق مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وعدد من المعنيين في مختلف الجهات المحلية والدولية. يعني خليني أتكلم تحديدا على يعني مصر في ملف الصحة تحديدا بتاخد أشواط رائعة، يعني خلينا نقول من أول مبادرات 100 مليون صحة، التهاب الفيروس الكبدي، مبادرات المرأة يعني والطفل أيضا، لكن عايزة أقف عند فيروس سي، لأن احنا يعني خليني في كل العالم حتى في الأمم المتحدة مصر بالنسبة لهم باللي عملته في فيروس سي نموذج وخلاص، احنا تقريبا يعني شبه الاعلان عن ان مصر خاليه تماما من فيروس سي. خلينا نقول ان فعلا المبادرات الرئاسيه في مجال الصحه مبادرات اكثر من رائعه ومبادرات غير مسبوقه. نعم. ويمكن هي معلش خلينا نقول ان هي اللي عملت طفره في مجال الصحه. احنا موضوع الصحه والتعليم يمكن من بدايه برضو عهد السيد الرئيس ودستورنا حتى، يعني يمكن احنا حتى كنا قريبا بنناقش الخطه العامه للدوله وكانت وزيره التخطيط موجوده، وكان في اهميه كبيره جدا جدا في توجيه الاستثمارات والمخصصات لمجال الصحه تحديدا. فكانت مبادرات السيد الرئيس يمكن حتى برضو دي من كانت من حاله المناقشات، ان انا النسبه اللي موجوده في الخطه ومدى ملائمتها لما نص عليه. لا خلينا نقول ان احنا على الجانب الاخر، مبادرات السيد الرئيس دي يمكن حتى مش من ضمن مخصصات الخطه العامه للدوله، ولكن يمكن خلقت نوع من انواع ان انا اتغلب على الصعاب الكبيره اللي احنا كلنا لا ننكر ان احنا مجال الصحه وامكانياتنا الصحيه كان فيها بعض الخلل. احنا المبادرات الرئاسيه يمكن خلقت نوع من انواع ان احنا حاولنا ان احنا نتغلب على تحديات زي ما حضرتك اشرت كده، مثلا التغلب على فيروس سي ده نموذج يدرس وبيدرس مش في مصر، لا ده نشوف حضرتك التقارير العالميه والامم المتحده، وزي ما حضرتك اشرتي ان احنا على وشك الانتهاء من ونعلن ان مصر خاليه من فيروس سي. ده كم بقى العمل والجهد ولولا مبادرات السيد الرئيس في التخلص من فيروس سي ما كناش فعلا وصلنا لكده. عاوزين نقول مثلا مبادرة السيد الرئيس للقوائم الانتظار، يمكن زي ما حضرتك رائعة، ده قصة أكثر من رائعة، والأرقام كمان أرقام صحيح. يمكن احنا أشرنا، أنا قريت في إن بداية هذا المبادرة كانت مثلا 2018،
كان بدايه الكلام على مثلا مش عارف كام والف كام الف حاله، وصلنا ان احنا يمكن ازيد من 1,500,000 حاله تم ضمن قوام الانصاف، وغيره وغيره زي ما حضرتك اشرتي، ورعايه الصحيه للام والطفل. لا والله انا والله معالي المستشار انا عايزه اقف عند نقطه معينه، يعني انا لما بتكلم على كورونا فتره كورونا دول عظمى ودول كبيره ونظام صحي عندها ما حصلش اتعاملت في هذا الفيروس بطريقه كان هناك فشل عالمي عالمي فيها. احنا بامكانياتنا اللي هي اقل منهم بكتير، احنا موضوع كورونا الحمد لله الحمد لله عدينا منه بسلام يعني الحمد لله. خلينا نقول ان الاراده والعزيمه والتحدي عند الشعب المصري صحيح. وعند القدرات المصريه، انت حضرتك دائما ابدا القدرات المصريه بتظهر وقت الازمات، فانت حضرتك اللي اشرتي ليه ده كان قمه الابداع وقمه التحدي وقمه برضه النقطه اللي لابد ان انا اشير فيها المشاركات المجتمعيه. دور الدوله كان واضح جدا في التخلص والتصدي لموضوع كورونا، وشفنا قد ايه ان فعلا امكانياتنا زي ما حضرتك اشرت يمكن دول كبيره جدا 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 واقتصاديات عاتيه انهارت في التصدي لزي الكورونا. يمكن احنا بامكانياتنا اللي تكاد تكون متواضعه احنا ابتدينا نصدر كمامات هديه. لا 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 يعني ويمكن احنا لا كان في موضوع كورونا ده كان يعني كان في تلاحم وكان في عمل لابد ان احنا نشيل ايديه فعلا، وقد ايه ان احنا فعلا ولابد ان احنا من هنا لابد ان احنا نوجه التحيه لوزاره الصحه والقائمين عليها واطبائنا وكل من يعمل في وزاره الصحه، ولابد ان احنا ما ننكرش في تحديات في الصحه، في معاناه عندنا عند بعض اهالينا، ولكن في انجازات كبيره جدا جدا بتتم في هذا المجال، والفضل فيها يرجع لمبادرات السيد الرئيس. حقيقه مبادرات السيد الرئيس كانت مبادرات غير مسبوقه، ومبادرات قدرت تخلينا نتغلب على كثير من العقبات اللي موجوده في مجلس. وقبل ما اسيب الخبر ده، احنا في كورونا يعني كنا من اكثر او اوائل الدول اللي خدت تطعيم وتوفر التطعيم واللقاح كان موجود ولكل الشعب وكان مجانا لكل الشعب. ولا في دول ودول كبيره كانوا بيدفعوا فلوس عشان يطعموا يعني انا ممكن اقول لك اسامي الدول ايه، لان انا اعرف ناس كتيره كانوا بيروحوا يدفعوا فلوس عشان يطعموا. دول كبيره يا دول اقتصاديا كبيره. لا يعني هو دور الدوله ايام مشكله كورونا حقيقه كان لابد ان احنا نشيد بيه، وبرده بس لابد ان انا ارجعه برده ان احنا ما قبل كورونا وبرده ما زلت بقول المشكله حتى على الرغم من المشكله العالميه اللي بيواجهها العالم كله، سياسات الاصلاح الاقتصادي اللي اطلقها السيد الرئيس صحيح. في هي دي اللي احنا بنتكلم على 2016 في 2016 في عز الدنيا مكان اللي راهن فيها السيد الرئيس على تحمل المواطن المصري وفعلا كسب الرهان. لولا سياسات هذه الاصلاح كان صعب ان احنا نتصدى لمشكله كورونا او نتصدى حتى للمشكله العالميه اللي موجودين فيها حاليا. طب بمناسبه المشكله العالميه بقى تعالى نشوف بيعملوا ايه في بعض يعني هم بيعملوا ايه في بعض. وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف قال ان مهندسي الجغرافيا السياسيه الغربيين يفضلون عدم ملاحظه الجوهر النازي للنظام الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقال لافروف ردا على سؤال من مجله الشؤون الدوليه يفضل مهندسي الجغرافيا السياسيه الغربيون عدم ملاحظه الجوهر النازي لنظام زيلينسكي الذي أطلق على سكان دونباس وصف ليسوا بشرا وإنما هم مخلوقات، وطالبهم وجميع اليوكرانيين الذين يغلب عليهم الحس الثقافي الروسي الرحيل إلى روسيا لتربية أبنائهم وأحفادهم. هي الخناقة دي يعني مش هتخلص، مش هتخلص يعني أنت دلوقتي خلاص يعني أنت ابتديت، حتى أنا بتكلم على الجانب اليوكراني، انت ابتديت تقلب على الناس، انت ابتديت تقلب على ناسك يعني انت لما تقول على يعني حتى لو انا ميولي بعض الشيء ما اقولش عليهم مخلوقات يعني وامشي بقى من البلد وكلام من ده يعني. هو للاسف شديد بس برضه خليني اقول يمكن انا بقالنا فتره كبيره لابد ان حتى كل ما اجي لقاء هنا الخبر الاوكراني الروسي او المشكله الاوكرانيه الروسيه مسيطره، ويمكن مسيطره يعني حياتنا اليوميه بنعاني منها بسبب هذه الحرب الاوكرانيه الروسيه، اللي انا شايف برضو انها يعني ليست حرب قاصره على طرفين، لا هي حرب عالميه وفيها تشابكات وفيها مصالح وفيها وفيها وفيها. وللاسف الشديد ان كل التحليلات وكل التوقعات ان المساله لسه قدامها بعض الشيء عشان ننتهي منها، ولكن حضرتك برضو اشرت لنقطه مهمه، العنصريه اللي بيتحدث بيها لسان حال الرئيس الاوكراني، وانا برضو يعني مش عاوز اتدخل في شان داخلي لبعض الدول، لكن
معروف ان الامور في اوكرانيا لا تدار من خلال الرئيس الاوكراني، ولكن بتدار من خلال قوى خارجيه وتحكمات خارجيه، دول اوروبيه وامريكا. وطبعا كلنا ده مفهوم لعولمه هذه الحرب والاستغلال هذه الحرب اسوأ استغلال بما عاد بالضرر على الجميع. يعني الجميع الان يعاني من مثل هذا الحرب اللي عانت ودمرت الاقتصاد العالمي ودمرت اقتصادات الدول طبعا كثيره، واثرت عليهم واثرت على كل الشعوب. واتمنى ان احنا على وقت قريب نكون نقدر نتخلص من هذه الحرب. وبرضه هنا لابد ان انا اشير واربطه بالخبر الاول اللي اطلقه السيد الرئيس، اللي هو المبادره الافريقيه لحل الازمه الاوكرانيه الروسيه. اللي تعرضت في جولته الاخيره ان هنعمل نوع من انواع التحالف الافريقي، لان فعلا اكثر الناس يمكن متاثره بالحرب الاوكرانيه الروسيه افريقيا. ففي مبادره نتمنى انها تكون من ضمن المبادرات اللي تقدر تساعد على الانتهاء من هذه الحرب المؤلمه على كل الشعوب الدوليه. مع المستشار عصام هلال عضو مجلس الشيوخ نورتنا، وبشكرك شكرا جزيلا على قراءتك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافه النهارده، لكن حلقتنا لسه ما انتهتش. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ما زلنا مكملين معاكم فقرات متعدده.